ناله ولي ورا وكره المكره حكايات عم علي. يلا يا ولاد تعالوا بسرعة اسمعوا حكايات عم علي. تحيا مصر ومرحبتين بعطر الفل والياسمين ولكل أطفالنا الحلوين اللي عند بابا وماما غاليين وجوه القلب ساكنين. كل سنة وانتوا طيبين، والنهاردة هنفهم ونتعلم ونستفيد مع عم علي، وكل يوم حكاية جديدة والجديد شديد. بس اسمحولي بداية أتعرف بأطفالنا الحلوين اللي هنبدأ بيهم، لا مش من إيدي الشمال لكن هنبدأ باليمين ونقول مين؟ معاذ. معاذ من الناس اللزاز، ولا كان ولا ينعاز اللي ما يحبش معاذ. بس يا معاذ، معاذ مين؟ حسن. معاذ حسن الوجه الحسن، حسن أبو علي. وأكيد جنبه آية من الجمال هنسمع، هي اسمها مين؟ حسن. قلنا آية من الجمال لأن هي آية حسن. برضو أكيد أخت معاذ حسن، صح؟ أهلا بيكم ونتعرف على شكله أخيكم. بس هنقول له مين؟ عبد الله حسن. عبد الله حسن. عبد الله خير الأسماء ما عبد وما حمد. عبد الله حسن ومعاذ حسن وأختهم شقيقتهم آية حسن، كل سنة وأنتم طيبين. أنت طيب بالصحة والسلامة. لو النهاردة قبل ما أبدأ كلامي، هو رمضان السنة دي ابتدى يومين؟ 23/3. 23/3 يعني الصيام مش مؤثر في دماغ عبد الله، كان ممكن يقعد يفكر لكن هو حافظ بالظبط 23 مارس. 23/3. طب قبل رمضان بيومين كده كنا بنحتفل بحاجة؟ عيد الأم. الله، نسقف لآية بقى، نسقف لآية. أنا أفتكرها هتفكر وتقول لي إيه كنا بنحتفل بأواخر شهر شعبان، طب كنا هنحتفل بآية على طول راحت جايت لي. لا، كنا بنحتفل قبل 23/3 يوم 21/3 اللي هو 21 مارس بعيد الأم. أخضر رمضان نور والهلال بان دايما فرحة، رمضان فرحة شجرة وطرحة، اديني بلح بيتك عمران بيانيش رمضان. Thank you.
سورة الأحقاف اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق الله العظيم. ربنا برضو في الآية دي بيبين منزلة الأم. طب في برضو ربنا سبحانه وتعالى بيذكر برضو يا شيخ معاذ في سورة كريمة وفي آية بيقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دي سورة إيه؟ الإسراء. الله عليك، نسقف للشيخ معاذ، نسقف له. في سورة الإسراء ربنا برضو بيبين منزلة ومكانة الوالدين. طيب الحجة آية قلت إيه لأمك في عيد الأم؟ قلت لك كل سنة أنت طيبة. وإيه تاني؟ ربنا يخليك لينا. يا سلام، ربنا يخليك لينا يا أحن وأحب ما لينا أمي ثم. طب في حديث شريف بيتكلم عن الأم، حد جدا يقول لي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الله عليك، نسقف للحجة آية، نسقف لها. الله عليك، آية اللي ما كملتش 6 سنين ولكن عارفة دينها، عارفة سنة نبيها، عارفة أحاديث رسولها عليه الصلاة والسلام، واللي هو في حديث ما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي أو بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال له أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. صدق الله العظيم. وفيما معناه بحسن صحابتي يعني بحسن صحبتي، بحسن معاشرتي وملطفتي ليها في الدنيا، مين أحق الناس اللي المفروض أقبى حنين عليه وأقبى بحبه أكتر من نفسي؟ ساعتها ما قالش أي حد، قال الأم. لأن الأم زي ما قال أمير الشعراء أحمد شوقي، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وزي ما بنقول دايما الأم صانعة أمة، الأم هي التي غيرت مجرى التاريخ في كل التواريخ، الأم هي اللي أنجبت القادة والزعماء والعباقرة والمخترعين والمستكشف وكل من كان بفضل الله سبحانه وتعالى. الأساس مين؟ الأم. احنا كلنا أبهات، بس من غير الأم ما صرنا أبهات وما صرنا أي شيء، لأن الأم 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 اللي ربنا سبحانه وتعالى بعد عمر طويل بيقول للبني آدم اللي هو بيفقد أغلى ما في الكون اللي هي الأم، بيقول له يا ابن آدم ماتت التي كنا نطعمك ونرزقك من أجلها فاعمل عملا صالحا نطعمك من أجله. يعني خلاص ماتت اللي أنا دايما كنت بحن عليك بالرغم أن أنت يا ابن آدم يا بني آدم بتعمل أحيانا حاجات مش كويسة، بس ربنا برضو بيرزقك بزيادة. ليه؟ عشان أمك. بعد ما بتموت أمك لا لا لا، أنت اللي لازم تعمل الخير بنفسك عشان ربنا يديك على قد، وربنا أرحم الراحمين. طب أحكي لكم يا عبد الله قصة صغيرة عن واحد ما كانش بيحب أمه. وينفع أن حد يحبش أمه مثلا؟ لا، حرام، أكثر حرام، صح؟ أيوه. لكن القصة اللي أقولها لكم دي آية، ده في واحد كان بيكره أمه. كان إيه؟ كان بيكره أمه. وليه كان بيكره عبد الله؟ عشان أمه كانت بعين واحدة. أمه كانت إيه؟ بعين واحدة، كانت عورة. فالواد لما بيشوفها بيتضايق. لما يكون قاعد مع أصحابه في أي حتة والأم جت، الواد يقعد يتنرفز ويروح يقول لها على جنب كده، يقول لها يا ست انت لازم تيجي تحرجيني قدام اصحابي، انا مش قلت لك ما تجيش قدام اي حد انا واقف جنبه، الناس كلها بتتريق عليا، الناس بتقول لي ايه الست دي مالها بعين واحده. والست طبعا ايه بيحز جواها، بس مش قادره تقول له انا زعلان منك يا ولدي. الست دي كانت شغاله فين ايه؟ كانت شغاله طباخه في المدرسه اللي الواد بيتعلم فيها. احنا مش كلنا في المدرسه؟ ايوه صح. وبيبقى فيه هناك الناس الكبيره ربنا يبارك لهم اللي بيساعدونا وبيطبخونا واللي هم بينظفوا لنا المدرسه. فالست يا معاذ كانت بتطبخ
جوه المدرسة اللي ابنها بيتعلم فيها. في مرة الواد كان سخن شوية، كان تعبان، فالأم قالت أما أروح الفصل أروح أطمئن على ولدي وأشوفه يا رب يكون بقى كويس. فلما راحت دخلت الفصل واطمأنت على الولد وطلعت. بعدها الولد في البيت قاعد بقى ينفخ ويقول لها أنت أصلا ما عندكيش دم، أنت أنا ستة، أنت مش قلت لك ما تجيش قدام أي حد أكون قاعد معاه ولا قدام أصحابي؟ أهو لما أنت جيت الفصل كلهم قاعدوا يتريقوا علي ويقولوا لي مين الست دي، دي أمك، دي بعين واحدة، وقاعدوا يضحكوا علي. وقعدوا، هو ينفع أولاد إن احنا نسخر ونترق على أي حد في أي عيب؟ مش حرام؟ ربنا يودينا النار صح؟ لكن أصحاب عبد الله بقوا يتريقوا ويقولوا إيه الست دي، إيه الست دي. الواد اتضايق وراح قاعد عمال بقى إيه يزعق لأمه ويقول لها بعد كده أنا كمان بقول لك ما تجيش في أي حتة أكون قاعد فيها. المهم بقى إيه، الأيام عدت والسنين عدت والواد كبر وخلص المدرسة وخلص كمان الجيش وراح اتجوز تمام وخلف عيال، وما بيسألش على مين، على أمه، وقعد في حتة بعيدة. الأم ما استحملتش إن هي تقعد السنين دي كلها من غير ما تشوف ولدها، قعدت تسأل عليه تسأل عليه لغاية ما عرفت العنوان. راحت خبطت على الباب، مين اللي فتح؟ ابنها. ابنها بقى دلوقتي متجوز ومعاه عيال صغيرين وقاعد لوحده. فلما فتح الباب لقى الست دي قدامه اللي هي امه، راح قال لها انت برضو جيالي بعد السنين دي كلها؟ يا شيخ انا افتكرتك ان انت متي، يا شيخ انت اللي فكرك بيا، وانت جايه ليه في بيتي؟ ولا جايه كمان عشان تخوف العيال بتوعي بعينك العوره دي؟ انت ايه ما تسيبيني في حالي ويلا امشي روحي مطرح ما جيتي. وراح قفل الباب ودخل. الأم يا عيني رجعت هي وحزنانة وهي وزعلانة، لغاية ما في دعوة اتبعتت لمين؟ للواد، للراجل اللي هو عامل فيها راجل. الدعوة من المدرسة اللي هو كان فيها، المدرسة بتقول له احنا بمرور 25 سنة على إنشاء المدرسة فاحنا بنكرم فيها أجيال كثيرة وياريتك تيجي عشان تحضر الحفلة معانا. طبعا الواد قام راح البلد اللي هو اصلا اتولد فيه واللي هي امه كانت قاعده فيه واللي هو المدرسه بتاعته كان فيها وكان بيتعلم فيها. المهم الواد راح الحفله، بعد ما خلص الحفله قال يا معاذ اما اروح كده اشوف البيت اللي انا اتولدت فيه واشوف الست دي اقول لها اي كلمه كويسه وارجع. الست دي اللي هي امه اللي هو كان بيسخر منها، اللي هو كان بيشتمها وكان يقول لها اوف وشك وعينك وبتاع، قال اما اروح اشوفها. لما راح يا آية ما لقاش الست دي، الجيران قالوا له ان هي ماتت، قالوا له لكن الست دي قبل ما تموت قالت لو ولدي في يوم من الايام افتكرني وجيه يسال عني ادوله الجواب ده في ظرف صغير كده، جواب كانت سايباه لمين؟ لولدها اذا هو جه سال عليها. فالواد راح مسك الجواب وفتح، لقى الأم كتباله إيه بقى يا معاذ؟ الأم كتباله يا ولدي من أنت وصغير يا ولدي كنت بتلعب، وأنت وبتلعب في حاجة خبطتك في عينك يا ولدي اتفقع فيه، جريت بيك يا ولدي على المستشفى، قالوا لي لازم يتزرع له قرنية وشبكية وحاجات جوا العين يا ولدي أنا ما أعرفهاش، يا إما قالوا هيعيش بعين واحدة، يعني زمانك يا ولدي كنت هتعيش بعين واحدة. ما هنش علي يا ولدي، قلت لهم خدوا مني اللي انتوا عايزينه وادوه لولدي، مش مشكلة ان انا اعيش عورة، مش مشكلة يا ولدي ان انا طول عمري اقضي حياتي بعين واحدة، لان المهم عندي ولدي من هو صغير ما يقباش بعين واحدة ويكره نفسه والناس تتريق عليه ومنه. لا مش مشكلة أنا يا ولدي، لأن أنا بشوف الدنيا كلها من خلالك أنت، أنت نور عيوني، عشان كده يا ولدي أنت وصغير خليتهم يقلعوا لي عين ويدهولك أنت عشان أنت تعيش بعينيك الاتنين يا ولدي. وبكده يا أولاد الواد قاعد يندم
وقاعد يلطم وقاعد يخبط راسه في الحيط، بس هل في حاجة بتنفع؟ الندم بينفع؟ لا ما ينفعش الندم. أنا هندم ليه؟ ما أنا من الأول دي أمي أمي أمي. ودلوقتي عن شاول لحبايبنا الحلوين وقول لهم مع السلامة في يلا، يلا مع السلامة. بكرة معنا حكاية من حكايات عمو علي. مع السلامة في يلا.